في البداية أحب أشكر القائمين على المعرض والقيادة على حرصها الدائم على برامج التوطين في الدولة، ودائما احنا متواجدين بنك أبو ظبي التجاري في نفس هذه المعارض، وعندنا برامج تدريبية للطلبة الجدد وللخريجين وللأصحاب الخبرة. طبعا احنا دائما موجودين في متواجدين في نفس هذه المعارض التوطين في الدولة، مثل أبو ظبي والشارجة وفي دبي بعد نفس الشيء، وعندنا مشاركات كثيرة بعد في الجامعات والكليات، فدائما نكون كل المعارض اللي فيها توطين احنا نكون متواجدين فيها. احنا دائما في نفس هالمعارض يكون عندنا تارجت معين وعندنا وظائف، هذه الوظائف في البداية لازم نشوف المواطنين، فنحاول نوظف مواطنين للوظائف هاي في كريتيكال جوبس اللي هي صعبة، في البرامج في نفس يعني الوظائف البسيطة هذه نقدر ناخذها من المعارض مرات، بس مرات نحتاج الناس اللي عندها خبرة خاصة في المجال المصرفي، فنحصلهم في نفس هذه المعارض ونعملهم بعد انترفيو عندنا هناك مع البزنس اللي هو يا الأفرع يا في الأقسام، وناخذهم في نفس الوقت.